الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: كتاب الأدب. وقد ذكر في هذا الكتاب أبوابًا كثيرة تتعلق بالأداب التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتحلوا بها، وهي آداب شرعية جاءت بها النصوص في الكتاب والسنة. وقد بدأ هذا الكتاب، كتاب الأدب، بباب الحياء، فقال رحمه الله تعالى: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. الحياء لا شك أنه خلق عظيم، ويكفي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: إن لكل أمة خلقا، إن لكل أمة خلقا، وخلق أمتي الحياء، وخلق أمتي الحياء. فخلق هذه الأمة الحياء، والحياء هو صفة في النفس تبعث على فعل الجميل وترك القبيح، فتفعل ما يزين وتترك ما يشين. هذا هو الحياء، حياء مع الله وحياء مع خلقه، حياء مع الله سبحانه وتعالى بحيث يستحي المرء أن يعصي الله سبحانه وتعالى والله يراه، وحياء مع الخلق بأن يتعامل مع الخلق كما يحب أن يعامل، فيعاملهم بالأدب والخلق الحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى. والحياء حياءان: حياء محمود وهو المراد في الأدلة الشرعية، وحياء مذموم. فأما الحياء المحمود فهو الذي يبعث على فعل الخيرات وترك المنكرات، وما الحياء المذموم فهو الحياء الذي يمنعك عن قول الحق ويمنعك عن السؤال فيما ينفعك في دينك ودنياك، فهذا حياء مذموم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن لا يمنعه هذا من أن يقول الحق وأن يقول الحق وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهنا في الحديث الأول، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. فهذا الحديث دليل على أن الحياء من الإيمان، يعني عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على أن أعمال القلوب من الإيمان، لأن الحياء من أعمال القلب ويظهر على الجوارح. وحديث عمران بن حسين قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، وذلك لأن الحياء كما ذكرنا يبعث على فعل الخيرات وترك المنكرات، ومن كانت هذه صفته فإنه لا يأتي إلا بالخير. ثم قال في رواية مسلم: الحياء خير كله، أو الحياء كله خير، أي الحياء المحمود. الحياء المحمود كله خير، لا يأتي فيه شر أبدا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وهذا الحديث فيه دليل لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بضعا وسبعون أو بضعا وستون شعبة، يعني الإيمان شعب كثيرة،
وكلما استزاد الإيمان المسلم من شعب الإيمان استزاد في إيمانه ودرجاته، وكلما قل نقص إيمانه، وهكذا. هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ودليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. كيف نستفيد من هذا الحديث؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: فأفضلها قول لا إله إلا الله. هذا دليل على أن الإيمان يكون باللسان وبالقول، فالذي لا يقول لا إله إلا الله لا يدخل في الإسلام أبدا، وإن كان يعمل جميع الصالحات. فلا بد أن ينطق بالشهادة، فهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. فمن لم ينطق بالشهادة لا يعتبر مسلما أبدا، وأما من نطق بالشهادة فإنه يدخل في الإسلام، وبعد ذلك يحاسب على أحكام الإسلام، فإن التزم بها فهو من أهلها، وإن لم يلتزم بها فإنها لا تنفعه. فلو قال لا إله إلا الله ثم ذبح لغير الله لم تنفعه لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله ثم ترك الصلاة لم تنفعه لا إله إلا الله. فإذا قول لا إله إلا الله لا بد منه للدخول في الإسلام، فإن لم يقلها فإنه لا يكون مسلما وإن عمل جميع الصالحات، وإن قالها وجب عليه أن يلتزم بها، فإن لم يلتزم بها فليس من أهلها، فهي أعلى الإيمان. قال: أفضلها، أفضل شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة وخلق النار وانقسم الناس إلى شقي وسعيد، فهي أول دعوة الرسل وآخر دعوتهم. فكل نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى الناس أول ما يبدأ بلا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى الناس قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم أول ما يدعوني إلى هذه الكلمة العظيمة، فكانت هذه الكلمة أعظم الإيمان. وهذه الكلمة هي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر، وأيضا هي كلمة عظيمة في تكرارها وترديدها. فلذلك هذه الكلمة يغفل عنها كثير من الناس، تجد قد يسبح ويكبر وغير ذلك من الأذكار، لكن يغفل عن قول لا إله إلا الله، مع أن قول لا إله إلا الله هو أسهل الأذكار، لا تتحرك فيه الشفتان، فلو قالها أكثر من مرة ورددها لا يعلم من كان بجانبه أنه يذكرها، لأن كل حروفها جوفية. وهذا دليل على أن هذه الكلمة هي كلمة الإخلاص، فيستطيع الذاكر أن يرددها ولا يعلم من بجانبه أنه يذكر الله. وهذا مما يدل على أن هذه الكلمة في كل أحوالها وفي كل أمورها دليل على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: وأدناها، أي أدنى هذه الشعب، إماطة الأذى عن الطريق، وهذا دليل لأهل السنة على أن العمل من الإيمان، لأن إماطة الأذى عمل، وإماطة الأذى من الإيمان، يعني هذا العمل اليسير الذي يعني يغفل عنه كثير من الناس بل قد يستحقره بعض الناس هو من الإيمان، بل هو من أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وخلافه أن الإنسان يعمل بعكسه بأن يلقي الأذى في الطريق، ولا شك أن هذا مخالف لشرع الله عز وجل. الشرع يأمرك بالإزالة وأنت تفعل نفس المنكر، فلذلك من الأعمال الصالحة أنك إذا رأيت أذى في الطريق أنك تزيل هذا الأذى عن الطريق، مما يدل على أن هذا العمل من أجل الأعمال عند الله، وهو أدنى مراتب الإيمان وشعب الإيمان. ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا رأى شجرة أو شوكة على الطريق فنحاها عن الطريق، هذا أذى نحاه عن الطريق، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. انظر عمل يسير. ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. وهذا دليل على أعمال القلوب، فدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول اللسان وعمل اللسان، وقول القلب وعمل القلب، وأيضا عمل الجوارح. فلا يصح إيمان عبد حتى تجتمع فيه هذه الأركان الثلاثة: القلب واللسان والعمل. فلو أن إنسانا قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا أبدا فإنه لا يعتبر مسلما، وإن قال بلسانه ألف مرة لا إله إلا الله لا بد أن يعمل. وأعظم الأعمال الصلاة، لأنها البينية والفاصلة بين الإسلام وبين الكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر،
فترك الصلاة يصدق على المرء أنه ترك العمل، فلو كان يعمل جميع الصالحات ولا يصلي فالصحيح أنه يكفر كفرا أكبر ناقل عن الملة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن ترك الصلاة كفر. قال عبد الله بن شقيق البجلي التابعي الجليل: ما كان شيء من الأعمال، ما كان الصحابة يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا إجماع الصحابة، وجاء عن بعض الصحابة كعلي وعمر التصريح على كفر تارك الصلاة. قال علي رضي الله عنه: من لم يصلي فهو كافر. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا ترك الأعمال كفر بالله، ويصدق على ترك الأعمال ترك الصلاة. فإذا هذا الحديث دليل لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال العلماء، قال النووي رحمه الله: قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. قال: وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء، والله أعلم. هذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب العظيم، وهو باب الحياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي المرأة التي لم تتزوج، البكر الصغيرة التي لم تتزوج، الغالب فيها أنها تكون حيية، فيها حياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها، ولكن كما ذكرنا أن هذا الحياء المحمود، ليس الحياء الذي يمنع عن قول الحق، وليس الحياء الذي يمنعك عن السؤال. أما الحياء الذي يمنعك عن السؤال والتفقه في الدين ومعرفة ما لك وما عليك، فإن هذا حياء مذموم. ولذلك قالت عائشة: يرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. لأن نساء الأنصار كنا يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه أسئلة يستحي منها، ولكن لأن هذا الأمر تعلق بالدين فإن الحياء لا يمنع عن السؤال في أمور الدين وتفقه في الدين. ولذلك مما يدرج على ألسنة الناس: لا حياء في الدين. وهذه الجملة الناس يقصدون بها لا حياء في تعلم الدين، وهي كلمة صحيحة، ولكن بإطلاقها كأنهم ينفون الحياء من الدين، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. ولكن الناس يريدون بها أنه لا حياء في تعلم الدين، فلو قالوها لا حياء في تعلم الدين كان أسلم وأفضل. فهذا الحياء يا عباد الله خلق لا بد أن نتحلى به جميعا، لأنه إذا فقد الحياء في الأمة فقدت الأعمال الصالحة، وانتشر الفسق والفجور، وانخلعت الأمة عن جلبابها الساتر الذي هو نصرة لها في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت أو فاصنع ما شئت. إذا انتزع الحياء من الإنسان يفعل ما شاء. ما معنى يفعل ما شاء؟ هل هذا إذن له بالفعل؟ لا، هذا تهديد ووعيد. فالذي ينخلع عن الحياء يفعل جميع المنكرات، لا يتورع عن شيء أبدا. لذلك علينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم الذي كان هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الحياء كله خير، والحياء لا يأتي بخير، والحياء من الإيمان. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.